من الكويت نرجع لموضوعنا، أشهر أو أبرز مظاهر الظلم للمصريين في 2019. اتفضل يا أستاذ عادل. أهلا أستاذ أحمد. أهلا بيك يا فندم. إزاي حضرتك؟ والله الحمد لله يا فندم، إن شاء الله تكون بخير. أنا اسمي عادل السباعي عبد العزيز شاهين. أهلا وسهلا. بس ما تقفلش عليا بعد إذنك. لا، ما أنا عارف اللي بيخش بالثلاث أسامي والرباعي ده بيبقى حابب يستعرض أولا اسمه ويستعرض بعد كده بمعلومة أو يهاجمنا، فأنا ما عنديش مشكلة لو عندك لو كلام منطقي اتفضل. أي واحد فينا، أنا متغرب على فكرة، أنا متغرب، أي واحد فينا بالآخر بيتمنى إن يموت في بلده مهما كان معاه فلوس، خلي بالك، والحل دي هينطبق عليكم أنتم. هينطبق على الناس كلها، أنا وأنت. والخمسة ستة مليون ثواني، والخمسة ستة مليون المتغربين بره مصر عشان اكل العيش كله في الهوا سوا. والله انتوا خنتوا البلد. احنا ما خناش حد يا فندم، اللي خان البلد هو اللي فرط في ترابها وثرواتها. اقول لحضرتك حاجه، يا ريت ما انت بتقول لي انا ما قفلتش، انت بتقول لي انت خنت. لا انا ما خنتش، لو انا خنت يبقى انت خنت. انت خنت البلد لما طلعت بره. انا مش خاين، وحضرتك واللي زيك ما تقدرش تقيمني وتروح خاين. انا واقف هنا عشان بلدي، عشان ما اعيش بسبح بحمد فرعون واقول له برافو عليك الله، ولا يجي لي سكريبت من اشرف الخلي اقراه. انا واقف هنا عشان الناس، عشان الشعب، عشان احنا هنا اعلام المصريين. المخابرات ليها اعلام، والامن الدوله ليه اعلام، ورجال اعمال ليهم اعلام. مفيش اعلام بقى للشعب، احنا اعلام الشعب. ده مش عاجب حضرتك ما تخشش بقى الهرتله والهبد والهرتله. انت خنت، مين انت عشان تقيمني اصلا يا خاين؟ مين انت؟ مع احترامي لحضرتك ولشخصك، انما مش هحترم اللي بتقوله. احنا عمرنا ما خنا. اللي خان هو اللي قاعد على حجر النظام، اللي خان هو اللي بياخد ملايين في السنه، اللي خان هو اللي بيخدع الشعب ده ويقول كلمه ضلال وتزوير وكلمه ما بيتقيش فيها ربنا ولا بيخاف فيها على شعبه، وبيساهم في يعني ضياع وعي الناس وتشتتهم واخداعهم. ده اللي خان. انما هتقول لي اللي خان هو اللي واقف بره او جوه علشان يقول كلمه حق، طبعا جوه في السجن. وانا واللي زيي اعمارنا وارواحنا وحريتنا اغلى علينا ان احنا نسلمها الكلب زي السيسي، عشان كده احنا بنتكلم من بره. انما لو اتيحت فرصه بكره ان في حريه حقيقيه في مصر، احنا اول ناس في البلد وبنتكلم بنفس القصه. انما بقى ايه، انتوا خنتوا. لا انا اتخضيت كده يعني، خلاص كده انا مش عارف ارد على حضرتك. صلي على النبي يا استاذ عادل، وما تسمعش احمد موسى كتير علشان مضر للصحه.